إذن يحتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة تحت شعار مزاولة المهنة دون خوف أو محابة، شعار يحمل الكثير في طياته بضرورة ممارسة الصحافة بحرية كاملة تتجنب الخوف أو محاباة أي جهات معينة. غير أن احتفال هذا العام يأتي مختلفا في ظل انتشار وباء كورونا وما يعيشه العالم من إغلاقات وتقييد للحركة. ويبدو أن وباء كورونا قد أثار الكثير من المفاهيم المتعلقة بحرية الصحافة وضرورة أن يلعب الإعلام دورا مهما ومحوريا في إيصال المعلومات الموثقة إلى المواطنين في مختلف دول العالم بما يحقق لهم حصيلة معرفية تحميهم في مثل هذه الظروف. في المقابل تؤكد العديد من التقارير على ضرورة أن لا يؤدي الإغلاق الذي تمارسه العديد من دول العالم لا يؤدي إلى أن يكون سيفا مسلطا على الصحافة التي تهدف إلى إيصال المعلومات بشكل محايد وموثوق وموضوعي. سلطان القيسي يستعرض لنا الآن المزيد حول اليوم العالمي لحرية الصحافة. إذن سلطان، الصحافة هي التي تقدم الترياق بما توفره من أنباء وتحليلات علمية مؤكدة ومدعومة بالوقائع. هذا القول لأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اليوم في اليوم العالمي لحرية الصحافة. مكافحة التضليل وزيف المعلومات باتت مهمة أساسية خاصة في ظل انتشار وباء كورونا والكم الهائل من المعلومات وكذلك الأخبار. نعم طارق، في المقابل 29 عاما من الشعارات لم تفلح في إيصال الصحفيين إلى منبر آمن يتحدثون من خلاله دون خوف أو محاباة. تفاصيل أكثر نتابعها معا. عام 1991 وفي مثل هذا اليوم اجتمع صحفيون أفارقة في وينغد هوك عاصمة نامبيا ليعلنوا بيان مبادئ يضمن تنمية صحافة إفريقية مستقلة وتعددية، كان ذلك في أعقاب التحول الديمقراطي في القارة السوداء وبرعاية من منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة. لاحقا تم اعتماد هذا التاريخ 3 أيار يوما عالميا لحرية الصحافة التي من فكت تواجه تحديات تصل إلى القتل والسجن أحيانا. مزاولة الصحافة دون خوف أو محاباة هو الشعار الذي انتخبته منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة لهذا العام. المديرة العامة للمنظمة أودري أزولاي قالت إن الاختيار وقع على هذا الشعار في الوقت المناسب للاحتفال بصحفيين يدافعون عن حرية الإعلام واستقلال الصحافة في نقل الوقائع والتحقق منها خصوصا في خضم انتشار وباء كورونا. وبالتزامن مع تفشي كورونا ترى المنظمة أن وباء آخر يتفشى أسمته الوباء الإعلامي، ذلك الناشئ من اختيار أو من انتشار الشائعات والأخبار الزائفة والمعلومات الخاطئة مما يؤدي إلى تفاقم الجائحة، معلنة تأسيس مركز لمواجهة هذه الأخطاء ومساعدة الصحفيين على رصد الأخبار الزائفة والوقوف على المعلومات الخاطئة وتصحيحها بطريقة آمنة وفعالة. الوباء الذي يأكل من صفحات المواقع والصحف عن طريق نشر الأخبار الزائفة يأكل أيضا من أعمار صحفيين حقيقيين أبوا إلا أن يتواجدوا في الميدان حتى في مواجهة فيروس خطير، إلا أن مؤسساتهم لم توفر لهم الحماية الصحية اللازمة. منظمة بريس إمبليم كامبين المدافعة عن حرية الصحافة عبرت عن أسفها لوفاة نحو 55 صحفيا في 33 دولة جراء الإصابة بالفيروس خلال الشهرين الماضيين. وفقا لبيانات لجنة حماية الصحفيين يوجد حاليا 250 صحفيا حول العالم خلف القضبان مما يذكي الخوف الذي يحاربه شعار العام الحالي. أزولاي أيضا أشارت إلى محاولات تكميم الأفواه من خلال السيطرة السياسية والأيديولوجية أو الاقتصادية، إضافة إلى تشويه السمعة والطعن في المصداقية والمضايقة والتحرش أحيانا، مشيرة إلى أن هذه الضغوط تشتد على الصحفيين
بسبب الظروف الاستثنائية الحالية التي يعيشها العالم. إذن طارق، بدلاً من استخدام الكمامات يتم استخدام تكميم أفواه الصحفيين بعد 29 عاماً من شعارات رفعتها منظمة اليونسكو لدعم الصحفيين حول العالم. هناك 250 صحفياً في العالم يرزحون خلف قضبان السجون. نعم، إذن كم تشتد الحاجة الآن الملحة في ظل الأزمات والكوارث ومواجهة الأوبئة إلى الصحافة الرزينة المتزنة المهنية وللمعلومة الدقيقة بعيدا عن الأخبار والشائعات والمعلومات المضللة وما أكثرها في ظل هذه الكارثة التي تجتاح العالم بأسره. سلطان القيسي، أنا أشكرك على كل هذه المعلومات والإيضاحات. مباشرة أتوجه إلى العاصمة البريطانية لندن، معي من هناك الإعلامي والكاتب الصحفي الأستاذ أنور القاسم. أستاذ أنور، أهلا بك. شعار العام لليوم العالمي لحرية الصحافة أن تزاول كصحفي المهنة دون خوف أو محابة، ماذا يعني لك ذلك؟ لطالما طمع وطمح الصحفيون والإعلاميون عبر العالم بأن يتحقق أولا أن يستطيعوا أن يصلوا إلى المعلومة وبالتالي نقل هذه المعلومة إلى الجمهور وإلى الناس وإلى المواطنين بحرية دون خوف دون إرهاب وأيضا دون شراء هؤلاء الصحفيين أو تجهير ذمم هؤلاء الصحفيين لصالح جهة سياسية أو اقتصادية. إذن الحقيقة هي الطموح، الحقيقة هي ما يجب أن يتجه أو تتجه أقلام الصحافة نحوه، الحقيقة هي المعيار الأخلاقي والقيمي والاقتصادي والسياسي الذي يجب أن يحكم عمل الصحافي وأيضا عمل الدول والمنظمات. هل تحقق هذا؟ حقيقة يبدو أن الصحفيين كغيرهم هم دائما في ساحة المعارك سواء العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية، وهم دائما منوط بهم حقيقة أن ينقلوا هذه الحقائق سواء عن طريق الكتابة أو عن طريق السماع أو عن طريق النظر. بمعنى آخر، أنا أميل إلى فكرة الإعلام أكثر من فقط الصحافة باعتبار أن الإعلام يشمل كل الوسائل الصحافية وليس فقط الصحافة باعتبار أنها مفهوم لدينا أنها الصحافة الورقية أو المكتوبة. الآن أنت تعلم العالم يعني هناك ثورة حقيقية في كل شيء، الصحافة أصبحت جزءا صغيرا حقيقة من العملية الإعلامية الكاملة. طيب أستاذ أنور، كيف تقاس حرية الإعلام؟ هل تقاس بميزان الكم عدد المنتمين للمهنة والعناوين البراقة ربما، أو بميزان الكيف والحقيقة والمعلومة الموثقة وكذلك حرية الحصول على المعلومة دون خوف أو محاباة؟ يعني نعم، أنا يعني أميل إلى الجزء الثاني من سؤالك حقيقة. الكيف هو الأهم كثيرا من الكم. نحن نرى كما هائلا من الأخبار وأغلب هذه الأخبار تكون مزيفة أو تكون مجيرة أو تكون دعائية. الآن هناك حرب حقيقية، العالم الآن لم يعد تقليديا، هناك حرب حقيقية ما بين الشائعات وما بين شراء الذمم والعقول وأيضا يعني التضليل الإعلامي الخطير في كل شيء، في الاقتصاد وفي السياسة وفي الاجتماع. الصحافة الكيفية كما تفضلت أو الكيفي هو يعني أن يصل المواطنون إلى حقائق معينة حول مواضيع معينة في ظروف معينة على أن تكون هذه الحقائق أقرب إلى الواقع منها إلى التكهنات أو إلى يعني الفرض أو إلى التعتيم أو إلى يعني نشر الأكاذيب والتضليل الإعلامي كما يحصل الآن. هناك الآن حرب حقيقية نراها ضد الإعلاميين في كافة دول العالم، والأخطر من ذلك أن الدول الديمقراطية التي يعني آلت على نفسها أن تحمل لواء الديمقراطية والصحافة الحرة الآن تنقلب على هذه على الإعلام والصحافة الحرة. لاحظ ماذا يحصل في الولايات المتحدة، هناك حقيقة عداء واضح جدا ما بين الرئاسة الأمريكية وما بين مؤسسات الصحافة، وهذا واضح من خلال المؤتمرات الصحفية التي نرى فيها الكثير من التهجم على الصحفيين.
أيضا في دول العالم الآخر، مثلا دول في العالم العربي حقيقة، هناك الكثير من القوانين التي تحمي الصحفيين، ويعني وتطلب من الصحفيين الوصول إلى الحقيقة، لكن للأسف الشديد بمجرد ما حاول الصحفيون الاقتراب من الأخطاء والمثالب والعيوب في الدول العربية يتعرضون للسجن، والدول العربية حقيقة فيها الكثير من المقابر للصحافة الحرة. طيب، ينضم إلي الآن عبر الهاتف من بيروت المسؤول الإعلامي لمركز سكايز للدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية الأستاذ جهاد شحرور. أستاذ جهاد، أهلا بك. برأيك في زمن الأزمات تحديدا وباء كورونا، تعتقد أنه يجب أن تتقدم حرية الرأي والإبلاغ عن المعلومة وحق النقد والتحليل والتعليق، أم أن الآن الصحافة مقيدة مخنوقة ضمن الضوابط والتدابير الاستثنائية التي تضعها السلطات؟ يعني فعليا وكأن كان ينقص المشهد الإعلامي في العالم العربي جائحة كوفيد 19 أو ما يعرف بفيروس كورونا، لتستخدم السلطات هذه الجائحة ضد الصحفيين لقمعهم وترهيبهم. ما أود الإشارة له هو موضوع نقل الصورة بشكل موضوعي وحقيقي. إن لم يكن هناك مساحة للصحافة أن تنقل فعليا ما يجري على الأرض، لن يكون هناك أي وسيلة لمكافحة هذا الفيروس. إن لم يمتلك الناس أو الشارع المعلومة الحقيقية، لن يكون هناك مجال لمكافحة هكذا فيروس. مشكلة العالم العربي وحرية الصحافة هو موضوع سياسات التحرير، سياسات السلطات التي لا تسمح للصحافي أن ينقل الصورة بشكل موضوعي. يريدون أن يكون الإعلام مجرد آلة لبث مواضيعهم فقط، لأخبارهم فقط. في لبنان مثلا أخبار الساعة 8 الأخبار الرئيسية هي تنقل أخبار الطوائف، أخبار السلطة السياسية فقط. لماذا؟ لأن الإعلام مملوك من العائلات السياسية، وهذا ما نشهده في أغلب الدول العربية. طيب أستاذ جهاد، كيف الخروج من هذه الحالة؟ يعني تعتقد اليوم، يعني لا أريد أن أخذ لبنان كحالة خاصة، تعتقد أن اليوم أن الإعلام رهينة في أيدي السلطة بكافة أذرعها السياسية الاقتصادية التشريعية والقانونية، هل هذه صورة واقعية لكافة الدول العربية أم مبالغ فيها؟ لا أعتقد أنه مبالغ فيها لسبب جدا بسيط. هل يمكن تعداد إعلام مستقل؟ هل يمكن مقارنة عدد المؤسسات الإعلامية المستقلة خارج التمويل السياسي مقارنة مع عدد المؤسسات الإعلامية التي تم تأسيسها إما على رجال أعمال سياسيين أو على من قبل تمويل سياسي واضح من قبل أحزاب؟ هنا السؤال. عندما لا ترى أن هناك مساحة واسعة للإعلام المستقل، تجدر الإشارة أن يقال أن هذا الإعلام ليس حراً، وبالتالي هو مقيد وخاضع لشروط سياسية وخاضع لسياسات تحريرية تفرض عليهم ماذا يقولون وماذا لا يقولون. نعم. طيب أستاذ أنور القاسم، ضيفي من لندن، يعني إذا كانت بعض السلطات في بعض الدول أو بعض الأنظمة تتهم بالتضييق على حرية الصحافة وعمل الصحفيين في إطار التحرير والتبليغ والنقد والتحليل العميق والموثوق وتقديم المعلومة المفيدة والصورة واضحة جلية، أيضا يؤخذ في الجانب الآخر على الصحفي أنه يمارس رقابة ذاتية ويغرق في البيروقراطية، ودائما ما يدور في ذهني الهاجس الأمني فيتخوف ويمارس تلك الرقابة ويضع تلك الحواجز التي تمنعه، ربما تكون السلطات مرتاحة إنجاز التعبير في أن يمارس الصحفي عمله بكافة الحرية وتقدم له المعلومة بكل حرية وشفافية. نعم، أشكرك على هذا السؤال. حقيقة هناك فرق كبير بين الصحافة مثلا في البلاد النامية أو البلاد العربية بشكل عام كي لا نكون نخصص، وما بين الصحافة الغربية. مدارس الصحافة تعلم الصحفيين، نعم، على أن يقتفوا أثر الحقيقة، وبالتالي أن يكونوا موضوعيين وألا يعني يلقوا التهم جزافا، وبالتالي هناك وازع مهني وأخلاقي
يحكم عمل الصحافي. في بلادنا حقيقة الصحافة يعني محكومة بالعادات، محكومة بالتقاليد، محكومة بالضغط السياسي، ومحكومة بالكثير من الضغوط، وبالتالي نرى الصحافي حقيقة كمن يسير في حقول ألغام، ونرى الكثير من الصحفيين الجادين حقيقة والبارزين مكانهم بدل أن يكونوا في الصحف والمجلات والتلفزيونات هم يقبعون في السجون فقط لأنهم استطاعوا أن يصلوا إلى الحقيقة. نعم هناك خيط رفيع ما بين الصحافة المهنية والحقيقية والتي ترنو إلى قول الحقيقة، ومن بين أيضا التضليل أو النوع من العمل لصالح مؤسسات أو لصالح دول أو لصالح أنظمة. يعني على الصحافي أيضا، الصحافي ليس ملاكا في نهاية المطاف، هو إنسان، وبالتالي أيضا يجب أن تكون هناك يعني شروط وأيضا قوانين ليس فقط ضد الصحافي، أيضا تنظم عمل الصحافي. الصحافي أيضا يستطيع أن يشط بأخباره أو معلوماته أو نقله للحقائق من وجهة نظر معينة مثلا. يجب أن يكون هذا البرامج أو الآليات التي تنظم عمل الصحافة يجب أن تنطبق على الجميع، يعني ليست فقط على الصحفيين. يعني لاحظ ماذا يحصل مثلا في الدول العربية، حينما يعني تريد السلطة أن تنال من الصحافي يعني تجد الكثير من الذرائع لسجن هذا الصحافي، وتقول إننا نعتمد على أنظمة ونعتمد على الدستور. هذا ليس صحيحا، لم يضعوا لهذا الصحافي مثلا قوانين معينة أو آليات معينة للعمل كي يحاكموا عليها، وبالتالي هم على استعداد في أي لحظة انزعجوا من الصحافة أو من تغطية الإعلام يستطيعون أن يغلقوا الصحيفة أو التلفزيون أو يوقفوا الإعلاميين، وهذا خطأ كبير جدا حقيقة. الصحافة عمل شريف، عمل مهم جدا، عمل سلطة رابعة تعتبر في أوروبا، بينما للأسف الشديد حتى الآن نحن نتحدث عن سلطة رابعة لكن لم نصل إلى هذه الميزة الكبيرة في الصحافة حتى الآن في الدول العربية. طيب أستاذ جاد شعرو، لا أدري كنت أتفق مع هذا الرأي، موضوع هل السقف الممكن أعلى بكثير مما يضعه كثيرون لأنفسهم، موضوع الرقابة الذاتية وتفعيل الخطوط الحمر الضمنية؟ يعني موضوع الرقابة الذاتية لم يأتي من فراغ، هو أتى من سلسلة ممارسات قامت بها السلطات العربية تجاه الصحفيين في بلادهم. يعني ما هو الدافع لأن يكون هناك رقابة ذاتية عند أي صحفي يعمل في مؤسسة يعلم أن مالكها له توجه سياسي معين ولن يقبل بأي محتوى قد يقدمه خارج مزاجه السياسي؟ هذه الرقابة فعليا هي لا، يعني أولا تخالف معايير المهنة، تخالف يعني أخلاقيات المهنة من جهة، وضمير الصحفي الذي يريد أن ينتج هذا المحتوى. لذلك موضوع الرقابة الذاتية هو من أشد الأمور خطورة إذا تم ترسيخها في ذهن الصحفي من جهة، ومن جهة أخرى يعني يعود هنا الحديث حول موضوع السياسة التحريرية داخل هذه المؤسسات. يعني قد يكون الصحافي مراعي لجميع معايير التدابير، عفوا معايير المهنة، ولكن ما أن يسلم المحتوى لمؤسسته سوف يكون هناك يعني رأي مخالف نظرا لسياسة التحرير، وهنا يقع الخلاف في هذا الموضوع. أما بالنسبة ل يعني المشهد بشكل عام، يعني رأينا منذ أيام مثلا في اليمن قرار إعدام بحق 4 صحفيين، شهدنا قرارات مماثلة في عدة دول، شهدنا ضرب مباشر للصحفيين، إطلاق رصاص مطاط. كل هذه المشاهد الأمنية سوف تنتج هذه الرقابة الذاتية التي هي ضرر يعني بالمشهد الإعلاني. تعتقد أستاذ جاد أن نحن بحاجة مثلا في العالم العربي إلى المزيد من التشريعات الحمائية للحفاظ على هذه المهنة، للحفاظ على الموضوعية، إلى الجرأة المهنية المطلوبة؟ يعني لا شك القانون هو الرادع الأول أو الدرع الأول لحماية الصحافي، ولكن السؤال ما قيمة
القانون إن كانت السلطة السياسية توظف القانون بما يتناسب مع مزاجها. يعني مثلا سوف أعطي مثل جدا بسيط، إن كان مادة في الدستور مثلا تحاسب أي مواطن على فكرة تحقير الرئيس، ولكن ونقطة يعني في اللغة العربية أن يحاسب بالسجن أي شخص يتعرض للرئيس، ولكن ماذا يعني أن أتعرض للرئيس؟ هل أنا قد أنتقد سياسته؟ هل أنا أنتقد ملابسه؟ هل أنا أنتقد برنامجه لهذه الدولة؟ هنا يقع القانون في يد السلطة السياسية، وهذا ما نشهده. ربما يكون هناك في مقدمة دساتير جميع الدول العربية موضوع حرية المعتقد وحرية التعبير، ولكن عندما تدخل في تفاصيل قانون العقوبات في هذه البلاد ترى أن السلطة السياسية تستطيع أن توظف القانون ضد مصلحة الصحافة لصالحها. طيب أستاذ أنور يعني القاسم بإجازة، أي مستقبل ترى للصحافة ما بعد كورونا؟ قد بدأ نزيف البعض والمصاعب المالية تتراكم، نتحدث عن صحافة ورقية مرموقة موثوقة وازنة محافظة لا تزال موضع ثقة واهتمام. للأسف الشديد حقيقة، أولا بالنسبة لموضوع كورونا، يعني العصر الحديث لم يشهد جائحة أو وباء بهذا الحجم، وبالتالي سيغير من الكثير من النظر في المستقبل. بالنسبة للصحافة الورقية للأسف الشديد نحن ربما نودع قريبا الصحافة الورقية، ستصبح تاريخا، الشكل الكلاسيكي للصحافة سينتهي بطبيعة الحال للأسف الشديد، باعتبار أنها أصبحت مكلفة، وأيضا أصبحت هناك عمليات حديثة جدا لنقل الوقائع والأخبار والمقالات وغير ذلك من خلال الإنترنت، وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال امتلاك الهواتف الذكية، من خلال العديد من الوسائل. وبالتالي الصحافة للأسف الشديد كما نعلمها الشكل الكلاسيكي هو إلى زوال. يعني نحن نسمع مثلا في الولايات المتحدة كبريات الصحف الآن تتحول يعني تدريجيا إلى المواقع الإلكترونية. هنا في بريطانيا، في ألمانيا، في فرنسا، في إسبانيا، في أستراليا وفي كندا، أنا أعتقد حتى في البلاد العربية سنسمع قريبا جدا، وهناك أخبار لا يعني حقيقة عن إغلاق معظم الصحافة الورقية لصالح الإنترنت ووسائل التواصل غير التقليدية. أنا أشكرك من لندن الإعلام والكاتب الصحفي أستاذ أنور القاسم، من بيروت المسؤول الإعلامي لمركز سكايز للدفاع عن الحريات الإعلامية خالد شحرور، شكرا جزيلا لكما.